استمرار أعمال التشطيبات بمبنى نقابة المحامين الجديد. رجائي عطية في أول حوار له مع جريدة الدستور: لم نأتي للانتقام، ونقابة المحامين ليست ميراثا لأحد. المحامين تتخذ إجراءات وقائية ضد كورونا بتعقيم النقابة العامة. المحامين العرب يحيي الأطقم الطبية على دورها في مواجهة كورونا. غلق نقابة المحامين حتى 2 إبريل بسبب كورونا. جنوب الجيزة تبحث توفير المستلزمات الطبية للأعضاء وتطهير الاستراحات. جنوب القاهرة توفر المستلزمات الطبية وتطهر استراحات المحامين بالمحاكم. المحامين العرب يطالب بوقف الصراعات المسلحة في المنطقة العربية والتعاون لمواجهة كورونا. نقيب المحامين إصدار خطابات العلاج بنادي المحامين في المعادي حتى 3 عصرا. نقيب المحامين في حوار للمصري اليوم: سنتعامل مع أي مخالفات في النقابة بالقانون. تفعيل خدمات العلاج لمحامي طنطا في المحكمة الابتدائية. شمال القاهرة تشكل لجنة إدارة الأزمات لمتابعة شكاوى المحامين. المحامين العرب يحذر من استغلال إسرائيل لأزمة كورونا في تهويد القدس ويطالب بالإفراج عن الأسرى. القاهرة الجديدة توفر المستلزمات الطبية وتطهر غرف المحامين. بسبب كورونا إغلاق نادي محامين أسوان ومساع لاستغلاله استثماريا. لمواجهة كورونا ودعم الأعضاء اجتماع طارئ لمجلس نقابة محامين المنوفية. المحامين تعقد جلسة حلف يمين للخريجين الجدد في 12 من إبريل. أخبار تهمك.
المتحدث باسم نادي القضاء تأجيل القضايا أسبوعين لا يمس بحقوق المتقاضين. مجلس الدولة يتخذ إجراءات وقائية ضد كورونا بتعقيم قاعات المحاكم. السيسي يطالب المواطنين بمساعدة الدولة في مواجهة كورونا ويؤكد احتياط السلع الغذائية أمن وطني. حكم دستوري تاريخي بشأن صحة قانون إنشاء محاكم الأسرة. وزير العدل ينتدب المستشار تامر الفرجاني رئيسا للكسب الغير مشروع. النائب العام يصدر 4 قرارات مواكبة لقرارات الحكومة لمواجهة كورونا. تنفيذاً لقرارات الحكومة، توجيهات جديدة لاستئناف الإسكندرية بشأن تنظيم العمل. مستند مجلس الدولة يمد قرارات تأجيل الجلسات إدارياً حتى 15 أبريل.